السلام عليكم ورحمة الله. وحدهم المصريون من كانوا دائما يطلقون على الخبز كلمة العيش المشتقة من المعيشة، وهو ما يؤكد ارتباط الخبز بحياتهم منذ العصور القديمة، إذ كان طعاما أساسيا تقوم عليه حياة المصري، كما كان أحد المحركات الرئيسية لانتفاضاتهم، كما جرى في يناير عام 1977 ضد الرئيس الراحل أنور السادات، حتى أنها سميت بانتفاضة الخبز. وكان العيش هو أول كلمة في الشعار الرئيسي لثورة 25 من يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، حيث كان هتاف المجموع عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لا شك إذن مشاهدين في أهمية الخبز لحياة المصريين، لكن وزير التموين علي المصلحي يزعم الآن أن المصريين غير مدركين لقيمة الخبز، وعليه يبرر خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا عن الخبز خلال العام الجاري، كما حدث في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ومعظم السلع والخدمات الأساسية. انقلب الموقف إذن، وفي ظرف أسبوع تحولت تأكيدات الوزير بعدم المساس برغيف الخبز إلى اعتبارها ضرورة ومنفعة، اتساقا مع رؤية الرئيس والزعيم التي لا يرى حاجة في إخفائها، بل ويعتبر أن تجاوزها هو السبب الرئيس في عجز الأنظمة السابقة عن تعزيز بنية الخدمات ومواكبة التطور. يزعم المصلحي أن الهدف هو رفع كفاءة المنظومة بتحديد الفئات الأكثر احتياجا والتحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، وتتعالى الأصوات رفضا للمساس بطعام الفقراء بتلك اللقيمات التي لا تضاهيها سلعة في مقاومة الجوع، لكن الأمر يبدو نافذا كما كان دائما منذ أطلت هذه الغمامة على أرض محروسة. فهل تكفي أصوات الاحتجاج المكتومة لإثناء النظام عن التعرض لقوت الفقراء وما انعكاسات الإصرار على إدخال منظومة الخبز في برامج الدعم النقدي المشروط؟ في قصة اليوم مشاهدينا نناقش بالبحث والتحليل خطط تحريك أسعار الخبز وقصر الدعم التمويني من هدايا العام الجديد. تابعونا.